السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حمدي من كرياتيف جروب. في الفيديو ده هنتكلم على حاجة مهمة جدا، هو الفرق ما بين البوليجون موديلنج والنيرب موديلنج. في الأول كده كل اللي احنا شغالين عليه قبل كده كان عبارة عن بوليجون موديلنج، لأن احنا كنا بنختار من فوق بولي موديلنج ونبتدي نعمل الشكل بتاعنا بالطريقة دي. الأشكال التانية اللي احنا هنتكلم عليها هي النيربس، وتقدر توصل لها من خلال انك تروح لكيرف اند سيرفس وتختار شكل برضو زي الكورة دي، وتبتدي تقول له هات لي الكورة دي هنا مثلا شوية واعمل لي ليها سكيل. لو جينا بصينا على الشيبس بتاعتنا هنتنينا متفقين ان التو شيبس دولت دايرة او الاتنين سفيرز. طب ايه الفرق ما بين السفير دي والسفير دي؟ ان دي عبارة عن بولي سفير وده عبارة عن نيرب سفير. طب تعال نعلم على الاتنين كده عشان نشوف الفرق ما بينهم بشكل اقوى. هنلاحظ ان النيرب سفير بتاعتنا تفاصيلها اقل، في حين ان البوليجون سفير تفاصيلها كتيرة جدا. ولو لاحظنا كمان ان الفيسز او الخطوط اللي مكونة للنيرب سفير ممكن تبقى فيها كيرف بسيط، اما الخطوط المكونة والفيسز المكونة للبوليجون سفير الكيرفز بتاعتها او الخطوط بتاعتها ستريت جدا والفيسز اللي فيها ستريت جدا. علشان كده هنلاحظ ان احنا عشان نقدر نعمل حاجة زي الدايرة من خلال البوليجونز بحتاج تفاصيل كتيرة جدا، ولما احتاج اعمل شكل زي الدايرة من خلال النيربس بحتاج تفاصيل اقل. ده غير ان كمان ان البوليجون موديلين الناس كتيرة جدا بتفضله في الموديلنج، لان التولز بتاعته كتيرة وان هو مول فليكسبل في الاستخدام، كمان استخدامه بسيط خصوصا في الانيميشن. اما بالنسبة للنيرب كيرفز فهو بيعمل مشاكل كتيرة لما هتعمل له انيميشن، لكن لازال موجود في الموديلنج. وهتلاحظ كمان انك ممكن في اي وقت تمسك البوليجون ده او تمسك النيرب ده وتروح لقائمة موديفاي، ومن موديفاي تنزل لتحت كده شوية وتقوله convert وتعمله نيرب تو بوليجون بالشكل ده. طبعا احنا هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل قدام شوية، لكن انا بشكل مؤقت هقوله كواد واخليها كاونت واقوله تيسيليت عشان نلاحظ ان احنا نقدر نحول اي نيرب لبوليجون بالشكل ده. على العكس مش هتقدر تحول البوليجون بتاعك لنيربس، يعني لو دخلت للكونفيرت عندك عمرك ما هتلاقي من بوليجون تو نيرب. طب هل يفضل ان انا استخدم النيرب ولا البوليجون؟ الاتنين استخدمهم مع بعض. يعني ايه؟ يعني في بعض الحالات هتلاقي نفسك محتاج انك تستخدم النيرب، او اسهل انك تستخدم النيرب فبالتالي هتلاقي نفسك مضطر انك تستخدمه. معظم الناس بتفضل دايما ان هي تستخدم البوليجونز، منهم انا، لان انا بحس ان البوليجونز احسن في الانيميشن واحسن في التوبولوجي والامكانيات والتحكم فيها اعلى، لكن بيجي لي برضو اوقات كتيرة بلجأ للنيربس، وده اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في مجموعة الفيديوهات اللي بعد كده. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد ليكم، ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل لك فيديوهاتنا في اقرب فرصة.